قال وزير النقل هشام عرفات إن ماكينات وبوابات المرحلتين الثالثة والرابعة تستوعب طاقة أكثر بنسبة 40% مما سيقلل من التزاحم، مؤكدا أن حجز المترو في تلك المرحلة سيتم أيضا عن طريق بطاقات الائتمان للمواطنين. جاء ذلك بعد توقيع وزارة النقل اليوم عقد ماكينات وبوابات تذاكر المرحلتين الثالثة والرابعة به للخط الثالث لمترو الأنفاق. عندنا بصدد تقريبا 40% طاقة زيادة، فبالتبعية ما فيش هيبقى فيه زحمة على الدخول والخروج. الحاجة التانية ودي الأهم بقى اللي هو اللطيفة اللي احنا بنشوفها يمكن فمنروح أي مترو بره، إن الناس بتحجز مش لازم على شباك التذاكر، بتحجز بالـ ATM بصراف آلي. يعني ده اللي احنا عملناه الحمد لله في العادي ده. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا سالي سالم مراسلة لايف. سالي بعد التحية، ما هي التفاصيل لديك؟ من المفترض أن المرحلة الثالثة والرابعة يعني في طريقها للتنفيذ. بالفعل نوران، كما ذكرتي نتواجد داخل وزارة النقل حيث وقع منذ قليل عقد يتعلق بتوريد الماكينات والبوابات الخاصة بتذاكر المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق. هذا التوقيع الذي تم بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق والجانب الفرنسي ممثل في شركة تالس. ولمزيد من التفاصيل حول هذا العقد ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور هشام عرفات وزير النقل. مرحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. يعني تفاصيل اكتر عن هذا العقد والجانب المادي الخاص به. العقد ده بسرعه كده بيتلخص ان عندنا احنا بنعمل الخط الثالث. الخط الثالث ده هيبقى اطول خط في منطقه الشرق الاوسط بالكامل، هيصل طوله الى حوالي قرابه 48 كيلو، ده غير مساحه الورشه او السكك اللي هي موجوده في الورشه. ال 48 كيلو دول يمثلوا اول خط عرضي رابط للقاهره الكبرى، وبيربط مع الخط الاول والخط الثاني في كذا منطقه. يعني احنا بنربط مع الخط الاول في محطه ناصر، بنربط مع الخط الثاني في محطه العتبه، وهنربط مع الخط الثاني كمان في يعني اللي اقصده في الجيزه. عشان كده اهميه الربط ما بين الخط الثالث والخط الاول والثاني ان هو بيزود الشبكه وبيزود القدره التعبئة بتاعت الشبكة بتاعت مترو الأنفاق ككل. من هنا بقى ابتدينا نفكر، طيب احنا النهاردة بنبص النظرة قدام شوية لقينا ان الخط التالت ده هيستوعب 2 مليون بني آدم بحلول سنة 2000 ان شاء الله وعشرين. ف 2 مليون بني آدم يعني معناها ان عندنا الشبكة عندنا مترو الأنفاق هتصل الى 6 مليون مستخدم بإذن الله في اليوم. فبالتبعية لازم نبص بقى نظرة على الدخول والخروج على المحطات. فمن هنا جاء اللي احنا نطور المحطات البوابات نفسها. انتوا عارفين طبعا، وانا كنت اعلنت قبل كده من شهرين بعد ما خفضنا الدعم على التذكره ان احنا عندنا الصداع الرئيسي كان بالنسبه لنا ان احنا نطور البوابات اللي هي ما اتطورتش بقى لها سنين من ساعه ما ده بالنسبه للخط الاول. والتاني ان احنا حطينا تعاقدنا بسرعه مع شركه تالس برضو وعملنا بوابات جديده اللي هي بنسميها روتري ارم. طيب دي من غير ما هتغير الكاباسيتي بتاعت او من غير ما تغير الطاقه بتاعه الخط الاول والثاني. احنا عندنا بقى عشان الخط الثالث هتزيد الطاقه عليه جدا، فاحنا كنا لازم نفكر في تطوير اخر للبوابات اللي احنا فعلناها النهارده في المرحله الثالثه من الخط الثالث، اللي هو المرحله الثالثه دي بتبتدي من العتبه في اتجاه ناصر جمال عبد الناصر، وهنا هيبقى فيه ربط مع الخط الاول، وبعد كده ماسبيرو، وبعد كده الزمالك، وبعد كده الكيت كات، وبعد كده هيكمل بعد كده لشارع السودان، وبعد منه بيروح لامبابه وبيربط مع رود الفرج، محور رود الفرج. وبعد كده اتجاه اخر ده الاتجاه الشمالي للخط الثالث، الاتجاه الجنوبي اللي هو برضو من بعد الكيت كات بيخش على التوفيقيه مع المهندسين ويربط مع محطه الجيزه. وكمان عندنا المرحله الرابعه اللي شغاله حاليا دلوقتي اللي هي اللي احنا انتهينا من النفق بتاعها، اللي احنا عندنا محطه هارون، وبعد كده محطه الهليوبلس والالف مسكن ونادي الشمس والنزهه، مستمرين عند محطه الشهيد مستشار هشام بركات، وبعد كده قباء عمر بن الخطاب بالترتيب دهوت. يعني معلش انت معاكي وقت يعني ولا عشان لحد ما بنربط مع المستشار عدلي منصور. الفكره بقى اللي احنا حطينا البوابات دي اللي هي روتري جيت. دي ايه الروتري جيت دي بقى؟ اللي هي في المناطق اللي هي القطاعات اللي هي المحطات اللي انا ذكرتها دلوقتي. الروتري جيت دي بتعدي بتخلي الطاقه الاستعبيه بدل ما هي في حدود 30 راكب في الدقيقه الواحده
بيقدروا يطلعوا او يخرجوا حوالي 45 راكب، فعشان نستوعب الاعداد الرهيبه اللي هتبقى موجوده. الحاجه الثانيه ان احنا وفرنا اي تي ام لاستخراج التذكره، اي تي ام يعني دلوقتي عشان انا اطلع التذكره مش لازم بالضروره ان انا اروح لشباك التذاكر، لا ده انا ممكن اروح اخد اشتري التذكره من مكنه اي تي ام، ووفرنا 50 في المرحلة الثالثة، وفي المرحلة الرابعة عملنا 25. معالي الوزير، لو تحدثنا عن الجدول الزمني الخاص بهذا الإحلال وأيضا التكلفة المادية الخاصة لإحلال البوابات القديمة وأيضا المرحلة الرابعة والتكلفة الخاصة بها. الإحلال الجديد إن شاء الله، احنا قلنا قبل الإحلال القديم ولا ايه، احنا قلنا العقد ده بحوالي 160 مليون وهينتهي ان شاء الله. ابتدينا على فكرة، احنا خلصنا جمال عبد الناصر وخلصنا احمد عرابي وشغالين في محطة الشهداء حاليا دلوقتي في الإحلال، بس عندنا المحطة اللي بنخلصها على طول بنشغلها، ودي هينتهي ان شاء الله اخر السنة دي. وده كان عقد حوالي 160 مليون جنيه. العقد اللي احنا مدناه النهارده ده بحوالي 20 مليون يورو، ده بالنسبه للمرحله الثالثه، و4 مليون يورو بالنسبه للمرحله الرابعه، و49 مليون جنيه مصري، وحوالي 7 مليون جنيه مصري بالنسبه للمرحله الرابعه. المرحله التنفيذيه طبعا مع نهايه المشروع، يعني احنا عندنا المرحله الرابعه هتنتهي في 2019، هتكون البوابات دي متركبه في 2019 ان شاء الله. المرحله الثالثه هتنتهي في 2020، فان شاء الله برضو مع انتهاء المرحله الثالثه هيكون البوابات دي شغاله والاي تي ام بتاعها شغال ان شاء الله باذن الله. يعني نوران، كانت هذه التفاصيل الخاصه بالعقد الذي وقع منذ قليل، وايضا عمليه التبديل الخاصه ببوابات المتواجده في المحطات القديمه. عوده اليك مره اخرى نوران. نعم، بشكرك سالي على كل هذه التفاصيل، وتحيه لوزير النقل هشام عرفات على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك.